المحشي من الحاجات الأساسية عندنا في أي عزومة. النهاردة هنعمل محشي البصل بطريقة جديدة ومختلفة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنجيب بصلة حجمها كبير ونقطعها بالشكل ده. في مية مغلية هنحط البصل يتسلق. دلوقتي هنعمل خلطة المحشي. في بولة هنحط الرز، عليهم بصل مفروم، خضرة مشكلة مفرومة، عليهم طماطم مبشورة، عصير طماطم، معلقة صلصة، وثوم مفروم. هنتبل بملح، عليهم فلفل اسود، رشة جوز الطيب، رشة نعناع جاف، بهارات، واخر حاجة الزيت، ونقلب. بعد ما البصل يتسلق هناخد طبقات البصل بالشكل ده ونحشيه. هنفرش قلب البصل في الطاسة اللي احنا هنسوي فيها المحشي. هنحشي البصل بالشكل ده. بعد كده هنرصه في الطاسة. هنصفي المية اللي باقية من الخلطة، هنحطها على المرقة ونسقي بيها البصل. هنحط معلقة سمنة فوق الوش ونغطي عليه ونسيبه يستوي. كده عملنا طبق جديد تميزي عزومتك بيه. جربيه هيعجبك قوي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.